اليوم؟ اي مع اليوم سيد اليوم. عندنا سمتي الكيلو الحي ماله بتسعة ونص نبيعه بتسعة ونص 9000، وعندنا السلفر بأربعة ونص، والسلمون البحري كيلو بثمانية، والشبوط كيلو بخمسطعش، قطان على خمسطعش، والبزمين بخمسطعش، وعندنا البرعان كيلو على 8000. والله أكثر نوعية هي مرغوبة عندنا بالشوي السمتي، والجري ياخذون بور ما بيعظم يعني مال قلي الأطفال، بس أكثر شيء إقبال الناس يعني على المزقوف على السمتي. بس اهل الموصل يتسوقون لك لا لا خارج الموصل اربيل دوك سليمانيه بغداد يجون ياخذون من عندنا جري ب 5000 حاليا اكو ب 3000 اكو ب 3.5 اكو ب 4 حسب الجري وحسب النظافه ماله عندنا البني ب 3.5 مرات ب 3 ينباع مرات ب 2.5 حسب البني منين؟ مالتنا مشطه مالت الله ايه مشط مالنا يجي مال كفرج يجي مال وانا مطلوب؟ ايه ايه مطلوب ايه مال الناس عليش والله حاليا الساعة هالاسبوع خير وبركه يعني خوش شغل يعني اشتغل بس القبله هو القبله لا والله تعبان السوق كان بور سعر واحد ناخذه السمتي ناخذه الالم الحوض الميت ناخذه بستة وربع بستة نبيعه بسبعة آلاف كل من معاميله ويجي البراني يجي البراني من ما يعجبه يشتري وحسب النظافه شيء نظيف يجي عليه من خارج المدينه من الدهوك زاخو اربيل عيجونه حتى من بغداد عيجونه شنو هذا السمتي؟ هذا برعان وذاك سمتي وذاك الجري هذا النفر بثمانيه وذاك بسبعه وذاك بسبعه على السمتي ازيش هي هاي السمتي النفر بسبعه مع التمن بتسعه نص نفر باربعه بثلاثه نبيعه ما سوى شو يصير عندك زين بالعطل لو ايام الدوام؟ والله ازيش الخميس والجمعه والسبت يصير عندي للازدحام